اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ صباح الفل يا كابتن. اهم نقاط القوه والضعف. اهم نقاط القوه والضعف. اهم نقاط ايه؟ القوه والضعف. عشان إيه؟ احمد ثابت. عشان ما حدش بس يقول لنا ايه. احنا النهارده يا جماعه هنتكلم عن نادي ريال مدريد، واحد من اعظم ان لم يكن الاعظم في العالم، عن اهم نقاط القوه والضعف. حقنا على فكره ومحدش يقول لنا اللي انت عايزه. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ هنتكلم يا كابتن هاني وراحتنا قوه وضعف. لا هو الحلقه اللي فاتت لما احنا بس رمينا هنت كده بالظبط، وساعتها جبنا نقطه الضعف. انا قلت مين؟ وهنا ساسكت قليلا. انا قلت مين اكثر نقطه ضعف في ريال مدريد؟ ناتشو. راح جايب جنبكم في نفسه. الله اكبر عليه بصراحه. هيدر عالمي. لو مكلمه في التليفون مش هيعمل كده. هيدر عالمي بصراحه. لا طبعا يعني طبعا احنا بص كابتن اسلام، كابتن هاني، خلينا نكون واقعيين يا جماعه. احنا بكره بنلاعب بطل اوروبا، مش بطل اوروبا بس، يعني كده ضربه حظ. ده ريال مدريد اعظم مؤسسه كرويه لنادي في التاريخ، قيمه تسويقيه ولا بص. كل ده هيتشال وهيجيبوا لك كلمه ايه؟ نعم، نقطه الضعف. لا ما هو ده ليه؟ وهل يجرؤ اي مشجع لريال مدريد في الوطن العربي انه بكره لما يشوف اسم ناتشو في خط الدفاع يجرؤ هو نفسه يقول ايوه احنا واثقين فيه؟ هو اي حد في العالم، اي فريق في العالم يعني مش فيه نقاط ضعف وقوه؟ يعني هو في فريق في العالم ما فيهوش نقاط ضعف؟ انا هقول لك المفاجاه بقى. ده طبيعي. فينيسيوس عامل مشكله كبيره جدا في اوضه اللبس، والحوار اللي اتخذ له من ماتش مايوركا وهو بيقول للاعب مايوركا في الخناق لما المخرج جابها وبيقول له خلي بالك احنا لما انت هتبطل مش هتلاقي شغلات تشتغلها، هيبقى احنا ساعتها معانا فلوس اكتر منك وبتاع. هم النهار يعني كل برامج المنتميه لريال مدريد في اسبانيا وسائل الاعلام الاسبانيه كلهم بينتقدوا حتى فينيسيوس على تصرفاته في الفتره الاخيره. طبعا هم كمان حاسين ان برشلونه بدا يقرب من الدوري. الدوري بيروح، الدوري فعلا الاسباني، وده عامل أز انشيلوتي واقف على الخط قمه النرفزه. واذا صح هذا التشكيل اللي نزلته صحيفه اس الاسبانيه منذ قليل، ده يورينا قد ايه انشيلوتي واخد مباراه بكره باهميه قويه جدا 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 جدا، ومش حاطط فيها حتى مجرد المخاطره. ولسه قبل ما اسمع منك التشكيل طب. لسه منذ قليل الخبر اللي انا قلته يا كابتن هاني فيما يخص انه اداره ريال مدريد اول ما تسمع الكلمتين دول تعرف ان هيحصل مصيبه على طول بعد. بمعنى ان اي اداره ان اي نتيجه اي اخفاق اللي جاي قالوا ايه الخبر بيقول ايه في يلا كوره بالمناسبه. قال لك ان ايه، احنا انشيلوتي لن يتعرض للاقاله حتى في حال خسارته من النادي الاهلي. على طول تعرف ان ايه، خلي بالك لو خسرت ماتش الاهلي هنحطك بره. والله عنده انشيلوتي عنده مشكله طبعا. وبيريز طبعا بيحبه، بيريز بيحب انشيلوتي جدا، لكن فعلا ولا وجمهور مدريد خساره قدام مايوركا رجت الدنيا، رجتها بكل قوه. وشايفين احنا حتى اصل في حاجه كابتن هاني، الاخبار هناك يا كابتن اسلام كلها نار في السوشيال ميديا. الموضوع ما بقاش الدنيا مقفوله، الدنيا بقت مفتوحه بشكل كبير. يعني وانشيلوتي واضح جدا ماتش مايوركا متنرفز جدا، الفرع بوراه. احنا طبعا بنتكلم الفرع على ومش طبيعته. خلي بالك يا كريم، ما كانش طبيعته خالص. ده هو حاطط ايده في جيبه هو على طول. فالفيردي خلاص، فالفيردي في تغييره مسك ازازه الميه على الدكه وراح دب رامي على الارض. الوضع في الفريق بس بصراحه ملوش دعوه بمدير الانديه. مدير الانديه مش في دماغهم، هم في دماغهم الليجا، لان الليجا انها تروح لبرشلونه. معلش يعني ايه مدير الانديه مش في دماغهم؟ لا هم مش هيفكر طبعا يعني هزيمه مايوركا. بص كريم في الحته ديت برضو انا كنت لسه بتكلم مع الكباتن قبل انتم ما تخشوا. قد تكون هذه العثره اما في الليجا دافع قوي جدا جدا بعد الماتش، بعد ما يوركا ما خلص. بعد ما يوركا طبيعي. انا بتكلم تركيزهم هو في ماتش مايوركا، هو ماتش المدرب مش في دماغه. وحتى لما اتسال قال لك انا ما بفكرش دلوقتي بيه. هو ماتش مايوركا احنا بنقول النرفزه دي مش عشان المونديال او عشان خطوره المونديال، لا النرفزه دي لان الليجا هي الهدف الاساسي. لما زي ما الدوري المحلي للنادي الاهلي بصراحه بتسال 80% من جمهور الاهلي هيقول لك انا الدوري عندي اهم من دوري افريقيا، ما اخسرش دوري الا الدوري. دوري لا صح، بعد ما اخد الدوري نتكلم بعد اي حاجه بقى اللي يحصل. نتكلم حاجه كل حاجه بتعدي في الخساره. الدوري لا ممنوع. نفس الامر بالنسبه للريال،
النهارده واحنا انا وثابت طبعا هنتكلم على التشكيل بتاع اس وهنشرح. لا لا ثابت مش هيتكلم النهارده، انت بس اللي هتتكلم. هتساله كده متوقع الماتش كام بكره؟ سؤال النتيجه بره حلو قوي، بيقول لي هنكسب ريال مدريد 6-1. الكلام بقى اللي الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اضحك عليه، يعني عارف اللي هو لا لازم اضحك على النتيجه، يعني انا بحب النتيجه دي كاهلاوي، بحب النتيجه دي، فدايما لما تتقال ان شاء الله احنا الحاله تبقى حلوه وهنحلل نقاط القوه، الكثير من نقاط القوه في ريال مدريد وبعض نقاط الضعف الواضحه في الفريق واللي ظهرت في مباراه مايوركا الاخيره اللي ظهرت في الفتره الاخيره.